الآثار الجانبية للإفراط في تناول زيت السمك. قال لي من آثاره الجانبية ارتفاع نسبة السكر في الدم، وكمان في بعض الأبحاث بتقول إن أحماض أوميجا 3 اللي هي موجودة دي بتزيد من مستويات السكر في الدم، وبالذات تحديد كمان عند مرضى السكر. كمان هو بيعمل نزيف في اللثة ونزيف كمان في الأنف، دي كلها آثار جانبية دي. وكمان استهلاك زيت السمك الزائد ده بيعرضنا كمان لانخفاض ضغط الدم، مش بس كده كمان والإسهال، وده من أحد الآثار الجانبية دي الأكثر شيوعا في تناول زيت السمك كمان. وكمان في مشكلة كبيرة أكبر، وهي إن تناول زيت السمك ده بيسبب زيادة الوزن، فالمفترض قبل ما نبدأ أي شيء زي ده استشارة الطبيب.